السلام عليكم. أترى قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي الجعفري غضب عيال زايد في زيارة قام بها إلى جزيرة أبو موسى المتنازع عليها بين بلاده والإمارات. وقال الجعفري إن جزيرة أبو موسى هي قلب إيران النابض، مشيرا إلى أن إثارة دول الجوار ضد إيران لن تحقق أهدافها. وأضاف على الأعداء أن يعلموا أن هذه الجزيرة جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. وتابع المقاتلون الإيرانيون سيدافعون عن كل شبر من هذه الجزر كمن يدافع عن شرفه. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني إن توفير الأمن في مضيق هرمز والخليج مسؤولية دول المنطقة، وإن إيران تلعب دورا هاما وأساسيا في تأمين المضيق ومياه الخليج. وأكد أن دول أصدقاء وجوار إيران باتت تدرك أن إيران هي الدولة الشقيقة والشريك الحقيقي لها. جزر أبو موسى بالإضافة إلى جزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى هي ثلاث جزر في مياه الخليج العربي يدور حولها نزاع على السيادة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران التي تسيطر عليها في مضيق في مطلع سبعينات القرن الماضي. والسلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.